فارس بجد يعني وحشنا جدا، راجع عصبي. انا قلت يا ترى عصبي من ضغوطات الحياه؟ لا ده عصبي من الحب والغيره. قصه جديده فارس بيعود بيها. فارس من الاصوات اللي حققت نجاح كبير جدا في فتره التسعينات، عمل اغاني كتير حلوه وكلنا كنا الحقيقه بنحبها وبنغنيها معاه، وعدت قلبي ومعجباني ويا شوق خليني على طول مع فارس. مساء الخير يا فارس، واهلا وسهلا بيك تاني. والله العظيم اقول لك ايه، احنا بنحبك جدا، انت اعلاميه عظيمه من الله يخليك. العظماء يعني، اقسم بالله يعني. طبعا انت عارفه طبعا انت بالنسبه لنا ايه، الله يخليك يا فارس، وجهه مشرفه وحاجه عظيمه عظيمه يعني. انا سعيد جدا بوجودي معاكي والله. من ذوقك، انا لسه بتفرج على الاغنيه قعدت اقول يا ترى عصبي ده عامل بقى ترند جديد، عصبي طلعت يعني عصبي من الغيره ومن الحب يعني. بالحب طبعا يعني، هو يعني متجوزين او سواء بيحبوا بعض ممكن يتعصب بتاع، بس ما يأذيهاش يعني. ايوه يعني حتى بقول لها انا ما اذيكيش يعني. ايوه ما يعني كده يعني، مش اللي هو زي ما بنسمع دلوقتي اللي بيحبوا بعض وقفلوا الحاجات اللي بنسمعها، الحاجات اللي مش كويسه دي. انت كنت فين يا فارس؟ يعني احنا بجد يعني كان دايما ليك لون مختلف وثبت نفسك، والتسعينات كانت الحقيقه يعني عايزه اقول ايه، فتره مليانه اغاني والوان من الغناء كتيره جدا، وانت كنت موجود ولونك موجود وكان ليك اسمك، رحت فين بقى؟ والله مش رحت يعني، هي يعني مش عارف اقول لك ايه يعني، وصلت مرحله ان انت بتغني عشان بتحب الفن، الدنيا راحت في سكه ثانيه. فهماني؟ فصراحه جالي احباط شويه كده، لكن ما ينفعش. ايه اللي رجعك؟ ايه اللي رجعك؟ ايه الحنين اللي اخذك تاني؟ اكيد انت ما بتبطلش غنى لان اللي صوته حلو بيفضل يغني طول الوقت، بس ايه اللي رجعك تاني للاحتراف؟ يعني انا الحاجه الوحيده، انا وانا صغير كنت يعني، انا اول حاجه عملتها في حياتي وانا لسه في الثانويه، ولما غنيت اول البوم كان لسه عندي 19 سنه، الحاجه اللي انا بحبها عشت تربيت عليها وحشتني بصراحه. وحشني اني اغني يعني، انزل اغني تاني. احساسك ايه بقى وانت عائد والسوشيال ميديا بقت موجوده؟ يعني يمكن في فتره التسعينات ما كانش فيه سوشيال ميديا، يمكن لو كانت موجوده كانت يعني كمان علت حاجات كتير عندك. دلوقتي انت عائد والسوشيال ميديا، يعني اكيد مثلا اغنيه عصبي نزلت وبدات تحس رد الفعل، اول رد فعل حسيت ايه؟ رد فعل كويس جدا 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 الحقيقي بجد يعني انا مبسوط جدا بيها. بس يا عصبي مش اول حاجه، انا عندي انا كنت لسه منزل اغنيه ثانيه اسمها الغالي غالي من حوالي ساعه كده. انا عارفه انت لسه منزلها من ساعه تقريبا. طب انا عايز اكلمك على حاجه يا فارس، يعني الجيل اللي انت اللي هو جيلنا احنا بقى لما كنت بتغني في التسعينات، الجيل اللي موجود دلوقتي كمان جيل اصغر بكتير، فالجيل ده برضو انت هتوصل له اكيد، هل هتغير شويه في مفردات الكلمه في الايقاع ولا هتفضل بنفس الستايل بتاعك؟ لا هغير طبعا، لازم اجدد. لكن عايز اقول لك حاجه يعني، انا بحبك وموت فيك، الاغنيه بتاعتي لسه من شهرين ثلاثه كانت ترند. ايوه تاني، شوف بقى لها كام سنه، وبنت بلادي بغنيها وعاش السحر عنيك يعني. أيوة. في اغاني عايشه اللي هي بتاعت الالفينات دي اللي عملتها 2007 2008 موجوده، لكن هي الفكره كلها ان في الوان جديده طلعت وتحترم طبعا، اي حاجه اي حد بيغني اي حاجه ودي جمهور ده لازم نحترمه يعني، مش مشاكل. وهتبدا تحط كل اغانيك على السوشيال ميديا بقى عشان يبدا يبقى في تفاعل، تبقى الصفحه فيها تفاعل كبير مع الاجيال كمان الجديده يعني. بالظبط، انا بشتغل بس يعني، انا اشتغل يعني بعمل وسيله على ربنا سبحانه وتعالى. اللي يحصل يحصل، المهم انا سعيد وبعمل حاجه انا مقتنع بيها، وعندي ناس يعني ناس بتدعمني بالحب حبها وفاهمه طبعا اكيد. بس اهم حاجه يعني، اهم حاجه دي. بتفكر ازاي يعني، خطتك ايه؟ ترجع بقى حفله تغني في حفلات الصيف كمان دلوقتي في حفلات يعني، بتفكر والله تعمل ايه؟ بفكر مش دلوقتي حاليا، انا في مرحله ايه، انا في الاستوديو يوميا في الاستوديو يعني كل ثلاث اغاني هنزل اغنيه، كل ثلاث اغاني ثلاث ايام هنزل اغنيه. انت راجع بقى بشحنه عاطفيه للغنى جباره يعني. بالظبط كده، فانا عندي شويه كده محصول عندي عايز انزله الاول، وبعد كده اهدى شويه اشوف انا عملت ايه وايه اللي حلو وايه اللي وصل وايه اللي ما وصلش. يعني احنا كده خلال اسبوعين هتبقى معانا في الاستوديو، يكون يعني المحصول ده نزل ان شاء الله ونغني بقى براحتنا يعني، نعمل ليله غنائيه مع فارس، ناخد من التسعينات لحد دلوقتي. ايه رايك؟ طبعا شرفني والله، والله العظيم شرفني يا شباب. طب في الفتره اللي بالنسبه لنا انت عارفه يعني انت حاجه كبيره.
الله يخليك والله يا فارس. اكيد في الفتره اللي انت يعني ما كنتش بتغني فيها كنت بتتابع مين؟ كنت شايف مين؟ مين من جيلك كنت متابعه؟ مين من الاجيال اللي بعدك كنت بتتابع حال الغنى ازاي؟ كنت باصص عليه ازاي؟ والله انا كنت برجعت شويه بقى لعبد الحليم ومختفامه حسيت بالجو ده. هذه اجابه دبلوماسيه، كل ما الواحد يقول لك هو عبد الحليم. لا كل اصحاب بسمع يعني طبعا مش ما كنتش بتابع قوي صراحه يعني، بس في حاجات كنت بحبها قوي يعني في اغاني كنت بحبها جدا بتنجح وبتاع. لكن انا بكلمك بامانه والله، انا يعني كنت عبد الحليم حافظ برجع له تاني، حاجات ام كلثوم، حاجات القديمه دي بحبها. لا ما دي حاجات اصلها كنز، عارف ده الكنز بتاعنا اللي هو دايما نرجع له. طب وانت والله. بتفكر مثلا انت راجع للغنى، اخترت يعني كلمات لا ده ما ينفعش، لا ده مش هقدر اغنيه، لا ده ممكن طبعاً نعمل كذا طبعاً. يعني اخترت طبعاً ازاي؟ طبعا قالوا لي غني مهرجانات وتعالى نعمل مش عارف، قلت لهم لا يعني ده لون بتاعهم وهم نفسهم بيه وربنا يوفقهم. احنا بنعمل حاجه ثانيه وانا هغير يعني، اكيد تسمعي يعني قريب هتسمعي حاجات غريبه يعني، مش عايز احرق حاجه. ايوه بس انا مغير يعني، انا غيرت قبل كده، انا عملت بنت بلادي كانت غريبه. بنت بلادي غريبه عن السوق خالص. صحيح. فانا عامل حاجات كده يعني برضو هلعب في حته جديده شويه. خلاص انا حاسه ان انت قاعد. طب هل خدت راي مين؟ يعني خدت راي مين؟ انا هنزل يعني اول واحده نزلت عصبي، فانت برضو حاولت ان انت تعمل كده اللي هو الناس تقول عصبي يعني تغير برضو يعني، يمكن لو عصبي دي في التسعينات ما كانتش تبقى لايقه شويه على التسعينات. لا يعني بصي هو معايا مجموعه كويسه جدا وناس كبار شعراء كبار يعني، وائل توفيق الشاعر واحمد مرزوق وبعدين فجاه بقى ان المطرب محمد قماح ملحن شاطر جدا جدا جدا. طبعا قماح صوته حلو كمان يعني، ملحن كمان يعني، طبعا عارفين انه مطرب جميل وكل حاجه طبعا، بس صوته كمان ملحن جامد جامد. انت عامل حاجات مع قماح مظبوط؟ عصبي دي الحان قماح. عصبي الحان قماح. لا وفيها ايقاع حلو وفيها حاجات حلوه جديده عموما يعني. انا بتمنى لك التوفيق وفي انتظار ان انت تنورنا ونغني بقى كده ونحيي كل الاغاني من جديد. فارس اهلا وسهلا بيك وكل صاحب كلمه حلوه انه يرجع ويغني، اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. طبعا يعني انا ببقى سعيده كده لما التسعينات على فكره كانت حقبه مليانه فن يعني، يمكن وقتها كانت الناس تقعد تقول ايه الاغاني الشبابيه وكانوا بيهاجموهم بشكل يعني، قعدوا الاغاني الشبابيه دي 20 سنه يتكلموا لحد ما هم الشباب عدوا مرحله الشباب اللي بيغنوا، لكن دي كانت الفتره عامله كده لانه برضو انت طالع بقى ايه من عباءه الفن الطربي، ام كلثوم وعبد الحليم وفايزه ونجاه ويعني، فلما تبقى الاغاني رايحة للأغاني الإيقاعية كان فيه هجوم شرس. فتخيل بقى دلوقتي الدنيا اتغيرت قد إيه وأصبحت التسعينات هي الأكثر يعني هدوءا، فبقت أغانينا دلوقتي في 2022 طبعا مليانة صخب وتنوع كبير، هو ده حال الدنيا. لكن يعني أهلا وسهلا بكل كلمة حلوة وبكل إيقاع حلو إنه يجي ويبقى موجود. أنا دايما بقول مصر كبيرة، مصر دي أم الفنون ممكن تتحمل كل الحاجات الحلوة.